السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نخيطوا الجلابه اللي فصلت معكم في الفيديو السابق. غادي نوريكم طريقه الخياطه ديال الجلابه زائد طريقه تركيب السحاب او السنتله. عندي هنايا السنتله، خديت هذا النوع هذا اللي فيه ليزيستراس منبته بليزيستراس، كيجي شكلها زوين. بالنسبه للثمن ديالها كدير 30 درهم، يعني الثمن مناسب. قبل ما نخيطوا الجلابه غادي نوريكم كديروا تفصلوا البيطانه. انا بالنسبه للبيطانه فصلتها من قبل، وغادي نفصل معكم واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه ديالها كيفاش. كناخذ هنايا غير طريف ديال الثوب وطويته على اثنان، طوي على جوج، وكناخذ هاد الجهه ديال الامام. لاحظوا معايا، نزلت الامام على البطانه، وغادي نطراسي الجهه ديال العنق ديال الامام. بهذه الطريقه نطراسي كذلك نطراسي الكتف، ما طراتيهش كامل وانما غير النصف ديالو تقريبا. وهاد الجهه كتكون مطويه على اثنان، كنهبط تقريبا واحد 18 سنتيم او اكثر. انا عندي هنايا 18، تقدروا تزيدوا في الطول. هنايا انا غادي ندير تقريبا واحد 8 سنتيم. من بعد ما درت هنا 8 سنتيم غادي نلاقي الكتف مع هاد 8 سنتيم، كيجي خط مائل. هادي هي البطانة ديالنا. دابا غادي نقطعو هاد الدورة ديال الأمام. الجهة ديال الكتف بعد ما فصلنا البطانة ديالنا، هاد الجهة هادي كنقسمها على جوج. هادي هي البطانة ديالنا بعد ما فصلناها. دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نخيطو الجلابة ديالنا، نركبو ليها السنتلة. من قبل ما نركبو السنتلة انا بدلت الصباط ديال الماكينة، درت الصباط ديال اللي خاص بالسنتلة ديال نص رجل. دابا خديت الدوفا ديال الامام وخديت السنتلة ديالي وكنقلبها على الدار ديالها وكنحلها شويه. لاحظوا معايا، وكنحاول نخلي هنايا في هذا الطوفه ديال الامام واحد سنتيم ونص او جوج سنتيم، القياس فين غادي نخيط القب ديال الجلابه، وكنطويها بهذا الشكل هذا على شكل مثلث. كنزلها على داك سنتيم ونص، كناخد سنتيم ديالي ديال الخياطة، كندير لها غير طمون باش ما كتحلياش الخياطة، نحاول نقادها. كنمشي بسنتيم ديالي ديال الخياطة، كنمشي بسنتيم ديال الخياطة حتى لتحت حتى للجلايل.
من بعد ما خيطت السلسله ديالي حتى لتحت، خيطتها كامله حتى للاسفل، كنولي نقلب الثوب وكنجي للجهه التحتانيه وركبت السلسله ديالي، ركبتها باش غادي نخدم الجهه الاخرى. غادي نسدها كامله، غادي ناخذ الضوفا ديال الامام الاخرى. دابا غادي نبدا الجهه الاخرى، الجهه الثانيه كنبداها من الاسفل، العكس ديال الاخرى كنا بديناها من الفوق، هذه كنبداوها من التحت. كنقادو الفتحه ديالنا باش ما يجيناش الديكالاج. بعد ما كنقادو الفتحه باش تجينا مقابله مع الجهه الاخرى، بعد ما قديت الفتحه غادي نبدا نخيط. ناخذ سنتيم ديالي ديال الخياطه ندير لاغيط، غادي نمشي بسنتيم ديال الخياطه. فاش كنوصل لهنايا كنطوي هاد الجهه ديالي بحال هكا، من بعد ما كنطويها كنهبط السلسله شويه، كنهز ليبرا نهبط السلسله شويه. من بعد ما هبط السلسله غادي نولي نهبط ليبرا، غادي نكمل بالخيطه ديالي للامام. من بعد ما خيطت السلسله ديالي من بعد ما كملت السلسله بالخياطه، دابا غادي ندوزو باش غادي نخيط بيطانه اولا سيجاف باش غادي نلصقهم هنايا. انا خديت هاد البيطانه او السيجاف ديالنا، وكنجيب هاد الضوفه ديال الامام. هاد الخياطه اللي خيطنا ديال السلسله داك كان نص سنتيم، غادي نمشي عليها، غادي نمشي ندير الخياطه الاولى ندير عليها خياطه ثانيه. غادي دابا غادي نخيط غير هاد الجهه، اما الدوره ديال العنق لا، غير هاد الجهه هادي. كنزلو السلسله على داك السيجاف، كنديرو خياطه اخرى فوق الخياطه الاولى ديال اللي درنا قبيله. لاحظوا معايا من بعد ما خيطتها، هذا هو السيجاف وهذا الامام. دابا لقينا خيطنا السيجاف مع الضوفة ديال الامام. دابا غادي نطوي السلسله ندورها على الوجه ديالها، باش غادي ندير سوبيكاج هنايا. غادي ندير هنا فوق السلسله غادي ندير هنا واحد الخياطه سيغ بيكاج، نقاد مزيان، نقاد تشوف مزيان، كنخيط غادي ندير سيغ بيكاج. كنقادو مزيان، غادي ندير لها سيغ بيكاج حتى للأسفل،
بقيت كنخدم حتى حتى الاسفل. هنايا غادي نطوي لوغلي ديال الفتحه، الفتحه كنطوي واحد سنتيم باش كندير ليها لوغلي. غادي نكمل بالخياطه، تقادو الفتحه مزيان وتخيطو حتى الاسفل. جينا للجهه الاخرى، الجهه الثانيه، غادي بديتها من الاسفل. هذه الفتحه ديالي، الفتحه طويتها طويت تقريبا سنتيم. بعد ما طويت سنتيم كنخيط على الحرف، كندير سوغ بيكاج باش كنوصل لهاد الجهه ديال السنسله. كنطلع السنسله باش كنخدم فراحتي، كنكمل بالخياطه. بنفس الطريقه باش خدمت الجهه الاخرى كنخدم حتى هذه بنفس الطريقه. كنبقى نجر السنسله وعاد كنكمل بالخياطه، كنقاد الثوب مزيان. من بعد ما خيطت الجهات بجوج درت ليهم سوغ بيكاج حتى للاسفل، ودرت هنايا البيطانه للجهه ديال الجهه اليسار الجهه الثانيه. لاحظوا معايا واش ملي كنحلوا السنسله كتجي جلابه مفينيه من الداخل، كتجي الخدمه نظيفه مفينيه. دابا غادي نخيط الظهر، غادي نخيط الظهر مع الامام، غادي نخيط الكتفين. غادي ندير الكتف ديال الامام على الكتف ديال الظهر. كناخد سنتيم ديال الخياطة، كندير لاغيتمون، كنمشي بسنتيم ديالي. كنخيط الكتف الاخر، دائما كندير لاغيتمون باش ما كتحلياش الخياطه. نمشي بسنتيم ديالي ديال الخياطه، غادي نخيط الاكمام ديالي. دابا هذا هو الكم ديالي، كنطويه في النصف، كنطوي الكم في النصف، كنجيب مقص وكنكراني، نحاول نكراني كما كتلاحظوا هنايا واحد الفتحه صغيره، هذاك هو النصف ديال الكم. كندير الوجه ديال الثوب هو اللي كيكون من الفوق، ومن الاحسن غادي نبدل الصباط ديال الماكينه عاد نبدا نخدم. من بعد ما بدلت بالصباط ديال الماكينه، الوجه ديال الثوب هو اللي كيكون من الفوق، والوجه ديال الكم هو اللي كيكون من التحت. غادي نوريكم طريقه سهله باش تخدموا الكم بالنسبه للمبتدئات، الطريقه غادي تجيهم سهله سهله بزاف. اول حاجه كنحل الخياطه ديال الكتاف، عندي هنايا الخياطه اللي من اللور كنحلها،
كنحل هاد الخيط من اللور بحال هكا الشكل، كنحط عليها هذاك النصف ديال الكم اللي درت ليه كرانه اللي كرانيت، وكنشد بواحد الفنيته مكنبداش الخياطه من الراس ديال الكم، وانما كنبدا الخياطه من المنتصف. الطريقه هذه ساهله واي وحده تعرف تخدمها ولو لاول مره، باش لك يجي قد الكم قد التركيز، ما كيشهد لك حتى سنتيم ولا والو. كناخذ لنا سنتيم الخياطه، وكنقاد هاد كنقاد التركيز مع الكم، هذا الراس مع الراس، وعاد كنبدا نخيط باش كيجوني مقادين، باش ما كيجيش الكم كبر من التركيز او العكس. كناخد سنتيم، كنمشي بسنتيم ديالي. انا خيطت نصف النصف الاول، كنبغي نقلب الثوب، كنحيدو داك الفنيته، كنولي نقلب الثوب وكنخيط من المنتصف، كنكمل بالخياطه. كنبدا بالخياطه من المنتصف، كنقاد الثوب، كنقاد التركيز مع الكم، يكون الراس مع الراس، وكناخذ سنتيم ديالي وكنمشي مع ضروري كتقادو من هنايا وعاد كتخيطو باش كيجيكم قادين. كنفيني ديك الخيوطه، لاحظوا معايا الكم ديالي، الكم ديالي كيجي مقاد، كيجي حتى سنتيم زايد، كيجي هو هذاك. غادي نخيط، غادي نجمع الكم والجوانب، دائما كنمشي بسنتيم ديال الخياطه. والثوب من قبل ما تخيطوه ضروري ما كتسرجيوه، كديوه عند الخياط ديال ليكم السرجي، تسرجيو هاد الخياطه اللي كتكون في الحرف، هاد الخياطه اللي في الحرف باش الثوب ما كيتسلش. وفي نفس الوقت كناخدو عليه العبار ديال الصباط، كناخدو سنتيم من الخياطة، باش كتجيكم الخياطة ديال الخياطة فوق الخياطة، كتقادوها من دابا وكتحلو هاد الخياطه هادي اللي من الاسفل، كتحلوها باش الخياطه ما كتجيش غليظه، وكننزلو الخياطه فوق الخياطه، وكتشدوها بواحد الفنيته، وعاد كتكملوا بالخياطه ديال الكم ديالكم. كنكملوا بالخياطه ديالنا حتى للاسفل،
كتبقاو كتقادو الثوب عاد كتخيطو باش ما كيجيش الديكالاج. وكتجيو التالي ديال الثوب التالي ديال الجلايل وكتقاد وكتنسى تحطو الراس على الراس وكتشدوه بشي فنيته. وعاد كتكملو بالخياطه باش كتجيكم قاده ما كتجيكمش جهه قصيره وجهه طويله. ضروري تقادوها. نكمل بالخياطه ديالي حتى الاسفل. كتبقاو غاديين كتقادو وكتخيطو. صافي انا كملت هاد الجهة هادي حتى الاسفل كملتها بالخياطة جاتني مقادة. دابا الجهة التانية غادي ندير ليها نفس الطريقة. نجمع الكم نجمع الجوانب بنفس الطريقة وغادي نولي معاكم. هذا هو القب ديال الجلابة من بعد ما تخيط. ما كنخيطوهش في الجهة ديال الطول اللي فيها 44 وانما في الجهة اللي كنا هبطنا فيها 8 ديال السنتيم هي اللي كنديرو فيها الخياطة وكنهبطو بواحد سنتيم ديال الخياطة لحد لهنايا وكنخليو 6 ديال السنتيم كنخيطوها في الظهر ديالو. من بعد ما كنخيط حد لهنا كنخلي 6 ديال السنتيم وكنولي نقلب القب في الظهر ديالو وكندوز بواحد الخياطه هنايا في هاد 6 ديال السنتيم كندوز بالخياطه باش كيجي عندنا بهذا الشكل. هذا بعد ما كيتخيط كيجي هكا بهذا الشكل. من بعد ما خيطته درت ليه لوغلي هنايا في الجوانب. لاحظوا معايا درت ليه لوغلي وهذا هو القب ديالنا. دابا غادي ندوز باش نمونطيوه في الجلابه. لكن غادي ناخذ القب وغادي ننزلو على الدوره ديال العنق. نجيب الاول ديال القب في الاول ديال القب وغادي ننزلو على التقويره ديال العنق. لاحظوا معايا وغادي نثبتو بليزي بانك. بعد ما ثبت القب مع الدوره ديال العنق كنجيب هذه القطعه ديال البيطانه وكنولي نثبتها هي معاهم. هي كذلك كنثبتها مع القب ومع التقويره ديال العنق كنثبتهم ثلاثه بهم. وغادي نخيطهم ثلاثه بهم في مره. غادي تخيطو في مرة ثلاثة بيهم. القب هو اللي كيجي في الوسط والبطانة كتجي من الفوق. غادي نخيط بالماكينة البطانة مع التقويرة ديال العنق مع القب. نتخيطو كاملين في مرة ثلاثة بيهم. الجهة اليسار نفس الحاجة. غادي ندير القب من فوق التقويرة ديال العنق وكنولي ناخد ديك القطعة البطانة وكنرجعها من فوق منهم بهذا الشكل. كتخيطوا بثلاثه بهم مع بعض ثلاثه بهم في مره كتخيطوا من هنا لهنا.
وتجي هاد اليمين كذلك من هنا لهنا كتخيط كنمشي بسنتيم ديال الخياطه. ومن بعد ما يتخيطوا غادي تبقى لي هاد الجهه، غادي نولي نقلب القب وتبقى لي هاد الجهه اللي في الوسط بلا خياطه، هي نفس الحاجه غادي نخيطها حتى هي. غادي نمشي بسنتيم ديال الخياطه، انا غادي نخيط القب وغادي نولي معاكم. من بعد ما خيطت الدوره ديال العنق مع البطانه مع القب خيطتهم ثلاثه بهم في مره، الجهه ديال اليمين خيطتها والجهه ديال اليسار هي نفس الحاجه حتى هي خيطتها. كيوليو عندي بهذا الشكل هذا، كتولي عندي بهذا الشكل هذا الجهه ديال اليسار، كتولي بهذا الشكل حتى هي. لاحظوا في الوجه كي كتولي جلابه، كتولي بهذا الشكل هذا. ومن بعد ما درت لوغلي للقب، بعد ما درت ليه لوغلي زينتو بهذا الشريط هذا، هذا الشريط جاي متناسق مع السلسله. نتوما بلا ما ديروه، انا كان عندي موجود استعملته، ودابا غادي ناخذوا هاد البطانه الكتف ديال البطانه غادي نخيطوه مع الكتف ديال الجلابه. من بعد ما تبتوه بلي زيبانك لاحظوا معايا دا الكتف ديال البطانه كتمشيو بالخياطه سنتيم ديال الخياطه، كتخيطوا البطانه مع الكتف ديال البطانه مع الكتف ديال الجلابه، والجهه ديال اليسار حتى هي نفس الحاجه، كتخيطوا الكتف ديال البطانه مع الكتف ديال الجلابه. البطانه كتولي بهذا الشكل هذا، وغادي ندير لوغلي الاكمام. بعد ما ندير لهم لوغلي حتى هما غادي ندير لهم هذا الشريط هذا بحال اللي درت للقب، وغادي ندير لوغلي الجلايل وغادي نخيطهم وغادي نرجع معاكم. من بعد ما خيطت الجلابه ودرت ليها لوغلي هنايا في الجلايل، درت ليها لوغلي كذلك هنايا في الاكمام، وخيطت عليها هذا الشريط هذا بحال الشكل اللي درت هنايا في القب. دابا صافي كملتها بالخياطه. دابا كيبقى لكم الا بغيتو تزينوها، عندي هاد لي موتيف هادو، عندي هاد الموتيف على شكل بابيون، تقدروا ديروا هاد الموتيف هذا او ديروا هذا، ديروا الشكل اللي عجبكم، كيبقى لكم الاختيار الشكل اللي بغيتو غادي ديروا. الا درتوا هاد البابيون هنايا عندها الحجم ديالها صغير، كديروا هادي في الصدر هنايا، من بعد ما كتلصقوها بلاكول هادي، هاد لاكول هادي موجوده عند بائع لوازم الخياطه، دوزوا عليها بالابرة والخيط باش ما كتوليش تحل. الا استعملتوا هاد البابيون هادي اللي صغيره، كتاخذوا هاد البابيون اللي بالحجم كبير كتلصقوها هنايا في المونش، ولكن ضروري من قبل ما تلصقوها المونش يكون مفتوح، من قبل ما يتخيط المونش كتلصقوها بلاكول وتوليو دوزوا عليها بالابرة والخيط، كتجي بهذا الشكل هذا، كتلصقوها في المنتصف ديال المونش، كيجي النصف هنايا والنصف كيجي في الجهه الاخرى بهذا الشكل هذا. كيف ما يمكن لكم تخليوها سامبل ما ديروا لها حتى شي حاجه، كيبقى لكم الاختيار. بالنسبه لهاد الشكيلات هادو كيتخدموا من فوق الجيلاتين، المره الجايه غادي نوريكم كيفاش تخدموهم بطريقه سهله وبسيطه وما كياخذوش الوقت. من بعد ما كملت الجلابه غادي نديها تبريسا وغادي نوريها لكم وانا لابساها باش تشوفوا كيف كتجي.